الله النهارده وهنتكلم على فيديو مهم جدا في السنسري والعناوين بتاعته انا كاتبها على البورد الثالاموس والسنسري كورتكس. هتكلم في الثالاموس على النقط الاتيه عشان ما ننتهش على ثلاث نقط. اول نقطه ايه هم النيوكليي اوف ثالاموس؟ هنبتدي نصنف الانويه اوف ثالاموس. النقطه الثانيه هتكلم على اهميه كل نيوكليس، دي مهمة جدا. والنقطة الثالثة هتكلم عن الليجنز. نفترض إن حصل مشكلة في الثالاموس، اسم المرض إيه؟ إيه هو السبب؟ وإيه الإفكتس اللي أنا ممكن ألاقيها كدكتور؟ ده العنوان الأول اللي هتكلم عليه في الفيديو. العنوان الثاني هتكلم عن السنسوري كورتكس. أنا دايماً كنت بقول في كل فيديو في السنسري ان السنسيشن هيوصل الى الكورتكس. طب هيوصل لفين بالظبط؟ هنعرف ان السنسري كورتكس هو ثلاث اجزاء. كل جزء هتكلم فيه عن النقط الاتيه، مكانه، دي نقطه مهمه. تاني حاجه ريبريزنتيشن، يا ترى الجسم ممثل فيه بانهي شكل. النقطة الثالثة هتكلم عن أهميته، إيه أهمية السنسوري كورتكس أو الجزء ده؟ وطبعا في نقطة رابعة لو اتقطع أو باظ ممكن نلاقي إيه؟ هتلاقي شوية نقط زيادة تميز بعض أجزاء السنسوري كورتكس. هنبدأ بداية بالثالاموس. الثالاموس زي ما قلنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت هو السكرتير المدير. دايما اي شركه بيبقى لها مديرين لكل قطاع، وكل مدير ليه سكرتيره خاصه بتنظم الامور. يعني الثالاموس قال انا هتقسم كسكرتاريا او نيوكلياي الى قسمين كبار. القسم الاول نون سبيسيفيك سلامك نيوكلياي. نون سبيسيفيك من اسمها غير متخصصة، زي ما نقول سكرتيرة استلمت شغلها النهاردة مش عارفة تؤدي الملفات بتاعتها لأنهي مدير، مش عارفة تشتغل صح. يعني ربنا خلى في نيوكليس اوف ثالاموس اسمها انترا لامينار نيوكليس. انترا لامينار دي بتستقبل السلو بين، ودي مهمة أوي. لو نرجع لفيديو البين قلت 90% من السلو بين ينتهي في ثلاث أماكن. ثالاموس ده مكان وفي مكانين تحت، واحد في الميد برين لو تفتكروا بيري أكودكت جري إيريا، وواحد واخد البرين ستام كله اسمه ريتيكولار فورميشن. فأنا لازم أعرفك حاجة مهمة، الانترا لامينار دي بتستقبل اشاره من الشبكه دي اللي اسمها ريتيكولار فورميشن اللي في البرين ستام. طبعا البرين ستام تحت الثالاموس، فبتستقبل الاشاره منه اهي. كلمه تستقبل منه اشاره يبقى ده الافرنت اللي داخل لها. ودايما عايزين نتعود النهارده في الثالاموس على فكره جميله، انا بستقبل الاشاره منين وبوديها فين عشان اعرف اهميتي. خدتها من الريتيكولار فورميشن الذي يحتوي على ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اسمها راس. كلمه اكتيفيتنج المكان اللي هينشط البرين. احنا قلنا قبل كده ان البيس ميكر لليقظه موجود في البرين ستام. يعني انت ليه صاحي 18 ساعه في اليوم؟ اصل سبب صحياني الشبكه دي فيها منبه، هي اللي مصحصحاني، هي اللي بتشغل الكورتكس، والكورتكس يبعت لها اشاره يشغلها كانها بوزيتيف فيدباك ودايره اخرى. هنا انا قلت اختصارها ريتيكولار ار اي اكتيفيتنج اس سيستم. عشان ما تنساهاش هفكرك بكلمه جميله كنا بنعلمها لنا اساتذتنا، راس اللي بيعمر الراس. كلمة يعمر الراس معناها هو اللي بيصحصحها، هو اللي بينبهها. طيب ايه علاقة الكلام ده بالبين؟ انت اثناء
مش قادر تنام من كتر البين، فيجي النيوكليس اللي بتستخدم سلو بين خدت اشاره من الريتيكولار فورميشن ادت شغلت مين بقى؟ بصوا انا بقول نون سبيسيفيك هعملها باللون الاحمر، شغلت اراجي كتيره في الكورتكس، قالت له اصحى ده مش وقت النوم، اصحى دي اسمها الارم زلة رياكشن، انا بصحصح. يبقى اول فايده للانترا لامينر نيوكليس هو الارم زلة رياكشن، استقبلت من الراس وبعد الايفرنس شغلت اماكن كتيره في الكورتكس. خلي بالك ان الانترا لامينر هي اول نيوكليس في النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكليوي. طيب تاني نون سبيسيفيك اسمها ميدلا ثلاميك نيوكليوي. بامانه دايما كل المراجع والكتب تركز على الانترا لامينر، وعايز النهارده اقول لكم حاجه، الانترا لامينر نيوكليوس ازاي هنعمل لها كنترول، الكلام ده لسه هقوله النهارده. يبقى دي ده النون سبيسيفيك، يا ميدل يا انترا لامينر. نيجي للسبيسيفيك ثلاميك نيوكليوس المتخصصه. المتخصصه دي انا هقسمها الى انواع كتيره. بصوا بقى المتخصص، في سكرتيره قالت انا دوري استقبل سنسيشن بس مش هستقبل حاجه ثانيه. يبقى اول سبيسيفيك اسمها سبيسيفيك سنسوري نيوكليس. وطبعا اللي بيتفرج على الفيديو ده قبل ما اكمل شرح هيقول عرفتها اكيد، اسمها باف لينت. لو تفتكروا بوسترو فنترو لاترال نيوكليس اوف ثالاموس اللي كانت بتستقبل دايما اي احساس ما عدا السلو بين، يعني قلنا دي تستقبل التاتش اه فايبريشن تمام، تستقبل بروبريوسبشن تقول لي ايوه، يعني كل احاسيس الدورسال كولم انا بستقبلها كلها قالت كلها. يبقى انا السنس من نيوكليس متخصصه بيرفكت. دايما الشيء بالشيء يسر، الطالب الشاطر وهو بيذاكر ثالاموس يلاحظ ان انا هقول اسم نيوكليس وتاني واحده عكسها، زي ما قلت لاترال نيوكليس يبصوا بقى عكسها، بصوا زي ما هي لورا فينترو قدام، بس المره دي اقول ايه؟ ميديال نيوكليس اوف ثالاموس، ودي قلناها في الفيديو اللي فات، دي اللي بتستقبل الترايجينال نيرف او الفيشيال سنسيشنز، دي بتستقبل الاحاسيس في منطقه الوجه البوست فينترو ميديال نيوكليس. طيب عايز واحده كمان موتور نيوكليس. بصوا الموضوع فعلا كلام المراجع صح لما شبهوا الثالاموس سكريتري اوف ذا كورتكس، هي سكرتاري هنا سكرتيري اوف سنسيشنز. يعني ايه موتور نيوكليس؟ اي حركه انت عاوز تعملها انت محتاج الثالاموس تبعت اشاره الى الكورتكس. ازاي؟ هنيجي نرسم رسمه بسيطه هنا، نتخيل ان ده الكورتكس، ده بتاع الكورتكس، وادي هعمل ميد لاين وهعمل مربع واكتب عليه سيريبيلم، وافكركم بالفيديو اللي انا قلته بتاع التراكس، كانت في نقطة مهمة أوي، إني قلنا إن السباينال كورد كان بيبعت إشارة للسيريبيلم، دي الخطوة الأولى، اسمها سباينو سيريبيلر برانش، حتى بالأمانة قلت اللاترال برانش أوف الأفرنت اللي داخل فيه الدور زال روت كان بيروح للسيريبيلم. طيب يقول له ايه يا سيريبيلم؟ انا ببعت لك بروبريو سيبشن، انا بقول لك ان في ارض انا حاسسها تحت رجلي، وضع جسمي زي رجلي ازاي؟ واقف مايل نايم انا مين؟ طب بعت لك اشاره، السيريبيلم بتعمل ايه؟ بصوا بقى الخطوه الثانيه
عكسيه، ما هو الخط المنقط هنعمل عليه زوم، ده الميد لاين بتاعي. انا بعت للثالاموس ليه؟ طلع يا ثالاموس انت سكرتيره المدير، لو سمحتي عايزك تبعتي اشاره تشغلي الكورتكس. طب والكورتكس بعد كده الخطوه الرابعه يعمل ايه؟ يشغل السباينال كورد، يبعت اشاره للانتيريور هورن السل اللي هي الاوريجن اوف سوماتيك نيرف اللي خدناه زمان الفولانتري موفمنت. طبعا الرسمه اللي انا عاملها رسمه دايجراماتيك كروكي، هتاخدها بالتفاصيل الممله في الموتور. سؤالنا ليك بقى، معنى الكلام ده للثالاموس هي محطه قبل ان الكورتكس يدي الاوامر لعضلاتي ان هي تشتغل. يبقى اسم السكرتيره ايه اللي بتنقل الاشارات دي؟ اسمها فينترو لاترال نيوكليس. يبقى السكرتير اللي بينقل الموتور سيجنال او عشان اعمل حركه اسمها فينترو لاترال. خلي بالك، طب لو بوسترو فينترو لاترال لا ده سنسوري نيوكليس. طلبه كتيره لما تقول الكلام ده في حاجه مضايقاك، يا دكتور انت قلت بروبريو سيبشن، هي استقبلت بروبريو سيبشن، ايه علاقتها بموتور؟ هي استقبلت احساس وودته بس ما ودتوش للسنسوري كورتكس. قالت انا هوديه الى الاداره اللي مسؤوله عن حركه العضلات، لان السنسوري كورتكس جارتها موتور. هتقول لي يعني ايه انا مش فاهم؟ اقول لك حاجه بسيطه جدا، حاسس ان في ارض تحت رجلك. طب ما ده سنسيشن اتبعت للسنسوري كورتكس. الاحساس يجب ان يتحول الى حركه، فالسنسوري كورتكس بعتت اشاره للموتور كورتكس اللي جنبها، قالت لها لابد من التناسق او التكامل. عشان كده بتتسمى في الكتاب بكلمه جميله سنسوري موتور كوردينيشن، التكامل الحسي الحركي. وده لازم هتعرفه، تخيل لو انت مش حاسس ان في ارض تحت رجلك، سؤال تقدر تمشي كويس زي اي انسان طبيعي؟ الاجابه لا، والكلام ده هنقوله الفيديو الجاي. يبقى فيديو لا. ساعات تشوف الكتاب يعمل لك سلاش يقول لك في ايه؟ يعني ايه؟ يعني الموتور نيوكليس اوف ثالاموس هي فينترو لاتر او فينترو انتيريور. يبقى ادي اثنين سبيسيفيك، سنسوري وموتور. والملاحظه ان السنسوري نيوكليس عددهم اثنين، بيفلنت والبي في امينيتي، والموتور عددهم اثنين. بصوا بقى كل كلامنا اثنينات، هنيجي نتكلم على حاجه مهمه التالتة اسمها جينيكيوليت بطن. يعني الثالاموس ممكن هتبقى فوق، التالتة اسمها جينيكيوليت. جينيكيوليت متقسمة اتنين، لاترال و ميديال. اللاترال جينيكيوليت قالت انا سكرتيرة الفيجن، عايز تشوف انا هبعت الفيجوال سيجنال الى الكورتكس. دكتور الكورتكس بتاع كله؟ في اداره زي ما قلنا في اي شركه، اداره علاقات عامه، اداره المحاسبه، اداره شؤون العاملين، ما هو في اداره، ما فيش واحد يمسك كل الناس، ما ينفعش. ففي فيجوال كورتكس موجود فين؟ اوكسيبيتال، ودي قلناها قبل كده، دايما مركز الرؤيه في البرين ورا. بدليل لو واحد ضربه جامده اوكسيبيتال تحس ان الدنيا نورت لان شغل الفيجوال سنتر. يبقى اللاترال ده مسؤول عن ايه؟ انا اللي ببعت الاشارات البصريه الفيجن. اما الميديال جينيكيوليت يقول لك انا هيرنج سيجنال. ما هو في مدير الهيرنج، مين السنتر اوف هيرنج في البرين؟ حاجه اسمها تمبورال اريا.
اللي انا عايز اقوله ان انت لازم تكون عارف مركز السمع في البرين فين؟ تمبورال اريا عند التمبورال بول، ومركز الفيشن اوكسيبيتال. كده انا قلت تلات انواع سنس ومود وجينيتوليت، وكل نوع منهم ينقسم الى اثنين نيوكليون. خلصت خلاص؟ لا، هقول لك لسه في نيوكليوي تانيه. النيوكليوي التانيه بقى اللي هو النوع الرابع من التقسيمه، حاجه اسمها اسوشيشن نيوكليون. يعني ايه؟ في سكرتيره في الثلمس كانها بتعاير بقيه السكرتيره زي واقع الحياه، قالت لها انت بتاعه سنس وانت مود فيجن هيرنج، اما انا احسن منك. وفعلا دي احسن. ليه؟ قالت انا اللي متصله بالمكان اللي في البرين اللي بيديلك الخطه. يعني ايه خطه؟ انا عشان امسك القلم ده لازم الاول احط بلان. يعني ايه؟ بعدي عن القلم مسافته قد ايه؟ طب لما اجي امسك فيه همسكه ازاي؟ طب انهي صباع؟ يعني العمليه فيها بلان، عايز اخطط لحركه، عايز اخطط لشيء، بس التخطيط ده بيبقى حاجه مبدئيه، زي ما تقول لنفسك انا عايز اذاكر النهارده ساعتين فيسيولوجي. عايز يبقى ده ايه؟ اراده. اراده بتاعتك بدانها في البرين، ليمبيك سيستم. الليمبيك ده جزء منها في البارايتال لوب وجزء تمبورال. يا جماعه ده تمبورال، لو عملنا زوم على ده وهنا اسمه بارايتال، جزء من التمبورال والبارايتال بيعمل سيستم اسمه ليمبيك. كلمه ليمبيك معناها ايه؟ حدود. يعني في حد فاصل بين اللوب ده واللوب ده، بين البارايتال والتمبورال. سيبكم من الاسم الاناتومي، الاهم ايه؟ ربنا حاطط في الفصوص دي الاماكن اللي بتديلك الاراده ان انا عايز اعمل حاجه. اه طبعا، انت مش بتمسك القلم كده من نفسك اول مره، لازم الاول انا عايز. يبقى الاسوشيشن دي معناها ايه؟ متصله بمين؟ بالاماكن اللي مسؤوله عن تنفيذ الخطه والاماكن المسؤوله عن الرغبه. ما هو الاول ايموشن، انا عايز اعمل حاجه، عايز امسك الكوبايه دي، عايز امسك. يبقى انت متصل بليمبيك سيستم. يبقى مين النيوكليوس بقى في الثلمس اللي متصله بالحاجات دي؟ دورزو ميديال ودورزو لاترال نيوكليوس في الثلمس. الله عليك يا رب، ايه الروعه دي؟ يعني الموضوع فعلا جميل. دورزو ميديال ودورزو لاترال متصلين الاثنين بمين؟ احنا متصلين بالفرنتال لوب، او الكتاب بيقول بريفرنتال اسوشيشن كورتكس. كلمه اسوشيشن برضه معناها ايه؟ الرابط. يعني ايه الرابط؟ انا عشان امسك كوبايه او امسك القلم اللي انتوا شايفينه لازم الاول يوصل لي فيجوال سيجنال. طبعا لازم الاوكسيبيتال، مش الاوكسيبيتال دوره، ها انا شفت القلم، يبعت اشاره للفرنتال لوب قدام يقول له على فكره انا بقول لك ان احنا او بني ادم ده شاف القلم، وهو كمان يستقبل ايه؟ بروبيو سيبتيف سيجنال جايه له من البارايتال لوب. كلمه اسوشيشن عارفين معناها ايه؟ يعني كلنا بنبعت لك، هنبعت لك الفيجن، هنقول لك ان احنا شايفين، هنقول لك ان في بروبريو سيبشن معناها ان انت وضع ايديك بعدها عن القلم مسافتها قد ايه؟ تقدر تمسكه ولا لا؟ على اساس انت اسوشيت رباط. اه انا شايف، انا اقدر ان انا امسكه. طب ما دي بحط ايه؟ احط خطه، وهو ده الابداع اللي ربنا عمله. ومع الخطه لازم يكون عندي الايموشن، زي ما بيقولوا عندنا دايما في السياسه يقول لك الاراده السياسيه هي التي تحرك الامور. ويا ريت هتحركها. اراده
مطالبه سياسيه. يعني لو انت ما عندكش الرغبه انك تمسك القلم ده، لو الليمبيك سيستم اللي فيها الاراده، ان انا عايز امسكها، الايموشنز بتاعتي الفرندل دي فيها ايه؟ بيهيفير، السلوك. انا عايز امسك ده بس همسكه ايه؟ لازم يكون في ليمبيك سيستم. يبقى الاثنين بيشتغلوا مع بعض، عشان كده اسمها اسوشيشن. خلي بالكم ان كلمه اسوشيشن نيوكلياي هذكرها النهارده مرتين، ادي اول مره وهقول اسوشيشن المره الثانيه. كده انا اتكلمت على سنسور حاجتين، على موتور اثنين، على جينيكيوليت حاجتين، وعلى اسوشيشن نيوكلياي كمان حاجتين. ايه ده؟ ده كتير قوي كده يا دكتور تمني. في تاني؟ في تاني. في حاجة بقى اسمها anterior thalamic nucleus. anterior هكتبها هنا. طبعا أي طالب بيتفرج على الفيديو ده هيقول ما أنت قلت anterior. لا، أنا قلت ventro anterior. قدام ventro anterior. لكن anterior بس دي مسؤولة عن ميموري، مسؤولة عن الذاكرة. هتعرفوا في الترم التاني بإذن الله إن الأنتيريور ثالاميك نيوكليوي متصلة بالمكان اللي بيخزن الذاكرة. هتقول لي يعني إيه؟ طب سهلها لنا شوية. فاكرين في السينابس شرحت حاجة اسمها سينابتيك بلاستيسيتي؟ قلت وقتها إن البرين يقدر يزود أو يقلل الإشارات اللي جايانه حسب أهميتها. في حاجات أفتكرها وحاجات لا. في ميموري شورت تيرم أو لونج تيرم، أيا كان نوع الذاكرة أساسا تخزن في مكان اسمه هيبو كامبس. المكان ده موجود فين في البرين؟ جزء منه برايا وجزء منه تيمبرال. ولو تلاحظوا حاجة برايا يبقى ده ليه علاقه بالخطه والحركه. وايوه، ما فيها ميموري. وفي الميموري دي او الذاكره نوعين، يا اما حسيه يا اما ميموري حركيه، ودي هنقولها فيما بعد. كده دول اهم الثلاثه نيوكليون. اثنين نون سبيسيفيك، تمام، وتسعه سبيسيفيك. اثنين سنس، اثنين موتور، عدوا معايا كده اربعه. اثنين جينيكيوليت، يبقى ادي كده سته، وعندي اثنين اسوشيشن، يبقى ادي كده ثمانيه، والانتيريور ثالاميك نيوكلياي اللي فوق، يبقى ادي كده تسعه. تسعه زائد اثنين نون سبيسيفيك، كانت انترا لاميلر ومن 11 ثالاميك نيوكلياي. السؤال الذي يفرض نفسه دلوقتي بقى سؤال مهم. انت كده قلت في الثالاموس النيوكلياي بتاعتك كاتبها بالاحمر، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الفانكشنز، قلتها، قلت الفانكشن مع النوع. الثالثه بقى دي اللي تهمني واختم موضوع الثالاموس. يا دكتور لو حصل لي جلد، كلمه دي جديده على طلبه سنه. دايما طالب ثانيه عارف ايه؟ قطع معناها قط او دمج، حاجه باظت. قط او دمج؟ لا، مش هقول الاثنين، هقول النهارده كلمه جديده اسمها ليجن، او هتكلم على سندروم مهم جدا، فركزوا بقى معايا عشان هنتكلم على السندروم ده. ايه المشكله اللي حصلت في العيان؟ ايه سببها؟ وايه الاثار انا كدكتور اشوفها ازاي؟ بصوا بقى، فكره بمنتهى البساطه. العنوان بتاعي اسمي ثالاميك سيندروم، واول ما تلاقي كلمه سيندروم دي تعرف ان دي مجموعه اعراض كتيره. يعني ايه؟ اول حاجه عشان ما تهش، ايه السبب؟ هرسم رسمه مش موجوده في الكتاب، بس الهدف منها هو التخيل. نتخيل باللون الاحمر ده ارضي اسم سلام جينيكيوليت ارضي. الارضي ده
supply is thalamus. بصوا بقى supply ايه؟ nucleus في الثالاموس اسمها بيفلنت اللي احنا عارفينها وحافظينها صبر. ايه اللي حصل؟ هقول النورمال الاول. الارتري ده ثلاموس نيوكليت ارتري يغذي البيفلنت. عشان البيفلنت تعمل انهيبيشن للانترا لامينال نيوكليس اللي موجوده في الثالاموس. يعني الانترا لامينال فاكرين قلت لكم السنتر اوف سلو بين. الانترا لامينال يا جماعه اللي بيوقفها انها تشتغل بزياده هو جارتها نيوكليس في الثالاموس اسمها بوسترو فينترو لاترال نيوكليس. هتقولي دي بتاعت سنسوري بس، ولكن اكتشفوا كمان انها انهبت الانترا لامينال. دكتور طيب هي ايه بتعملها انهبيشن؟ ده سؤال هنساله لك. والسؤال التاني طب المشكله فين؟ اولا نورمالي النيوكليس دي انهبت ليه؟ علشان نمنع نقل السلو بين في الطبيعي. هتقولوا هو في سلو بين؟ يعني سلو بين في الطبيعي؟ الانتستين بتاعتي طول الوقت عامله كونتراكشنز. انا مش حاسسها. ليه مش حاسسها وبتحصل عادي؟ طيب ليه احنا مش حاسينها؟ لان الكونتراكشنز والانتستين دي ممكن تعمل بين، والبين ده يتنقل في باس واي للانترا لامينر قبل ما الانترا لامينر تستقبله وتخليك تحس بولع من حركات الامعاء. ربنا قال لها لا مش هتستقبلين. تخيلوا لو كانت بتستقبل حركه الانتستين المؤلمه، تمام؟ كنت فضينا طول حياتنا في حاله قلق، مش قادر تتحرك من كتر احساسك بالموتيليتي بحركه الانتستين. يبقى احنا منعنا الكلام ده فين؟ في الطبيعي. قلنا لها انت يا انترا لامينر اشتغلي بس في حاله لو واحد عنده تيشو دامج او ايا كان، اشتغل وانقلي الاحساس. ماشي. بصوا بقى اللي حصل في المرض اهي. علامه الاكس على الارتري معناها اتسد الارتري بسترومبوس. ثرومبوزس اوف سلام وجينيكيوليت ارتري. عملها بالراحه. اتسد الجلطه. طب لما يتسد الجلطه دي يبقى البلاد سبلاي اللي رايح للبيفلنت قل. قدرتها انها تعمل انهيبيشن للانترا لامينا نيوكليس كمان هتقل، وبالتالي السلو بين في الحاله دي اخباره ايه؟ هيوصل بشكل مكثف، والعيان ده يحس بالبين اكساجيريتد مبالغ فيه. عشان كده احنا قلنا مشكله هذا المرض سلامك سندروم البدايه اتسد السلام الجينيكيوليت. العيان ده اول حاجه يحس بيها بيكس. خلي بالك ما بيحسش ببين بسهوله. يعني انت لو شكيته بدبوس حاسس بحاجه؟ لا. لكن لما يحس ببين عيني قلنا وصف رائع يا دكتور الوجع لا يحتمل. انا حاسس كاني واحد ضربني بالرصاص. ودي فعلا وصف الكتب بوليت لايك رصاصه، حاجه مش ممكن يتحملها. يبقى اذا المشاكل والباقي الافكتس اتفقنا قلنا الجوز. ايه الافكت بقى؟ اول حاجه لازم تفتكرها ان في بين في العيان، ولازم توصف البين تقول ان البين ده ايه؟ هاي